ما بيلبس بلاك وسميك طاقه بنحط لكم مجموعه من الالحان الشرقيه بمناسبه عيد الميلاد المجيد. كمان هقدم لكم كيس نتكلم عن مشاكل الشباب او الشاب الفاسد في المجتمع. اتمنى ان هو ينال اعجابكم في السماء حضراتكم كلها. لا اتفضل يا وتسابوني. انا احيانا بشوف شباب حياتهم بتبقى مقسومه نصين. مش فاهم يعني بوشين. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بشخصيتين يا حبيبي. برضه مش فاهم. طب تعالى وانا احكي لك.
يوم الحد في المساء بين خيالين تجي يا بسيلة ساعة خلت يا رستيس برامة صباح الخير يا شباب. صباح النور يا أستاذ. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. احنا كنا متفقين ان انتوا اللي الأنطوان اصحى يا أنطوان. اه يا أستاذ مساء النور، هو في حاجة ولا إيه؟ احنا كنا متفقين ان انتوا اللي تختاروا موضوع مدارس الأحد. ها اخترتوا إيه؟ عندي فكرة، ممكن نتكلم عن حياة يوسف الصديق. طب ماشي كويس. يوسف الصديق؟ مين ده؟ لا لا بنتكلم على العلاقات. علاقات؟ اه ولاد وبنات يعني. يا حبيبي مش كل مره نفس الموضوع. في حاجات اهم بكتير في سنكم. مستقبلكم وحياتكم الروحيه. مستقبلي انا كده كده ضايع ضايع. ايه ضايع دي يا حبيبي؟ ايه ضايع دي؟ انا بشوف خيارات كتير بتجيب في سيره البنات. واحيانا الشباب دول بتوصل للمعاكسه وفي الكنيسه. انت مثلا ترضى ان اختك تتعاكس؟ انا كده كده ما عنديش اخوات بنات، انا عندي اخوات عادي. ايه تهز يا حبيبي؟ ما عندكش ولاد خيال بنت عم كده اي بنت؟ اه طبعا عندي بس بصراحه ما يتعاكسوش. انا تعبت. خلاص الموضوع خلص. خلاص بقى انت واحد الاستاذ تاني. لا انت بتهزر، انا عارف الكلام كويس. طب ماشي، عارف الكلام ده، بس هل بتعمل دي؟ اي حاجه ممكن تتحسب لها خطيه، حتى لو كانت نظره واحده. في ايه في انجيل معلمنا متى اصحاح 6 بتقول: سراج الجسد هو العين، فان كان عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا. ها مين يكمل؟ وإن كان عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلام ظلما فالظلام كم يكون؟ مجروح علينا يا عم. عندك حق يا أستاذ، أنا آخد بالي منه، آخد بالي بعد كده وكمان أصلح من نفسي. طب ماشي حبيبي، ربنا معاك. يوم في الأسبوع برا الكنيسة نفس الحاجتين بيقابلوا صعبة. عامل ايه يا صاحبي؟ تمام الاخبار. ايه قاعد لوحدك ليه مالك؟ ماليش، بفكر في بالليل. انت مظبط ايه بالليل؟ هنظبط حته سهره في ديسكو يا معلم هتعجبك. على الساعه كام كده؟ الساعه 11. ايوه 11 11 ونص. يا حبيبي في ميعاد هناك الساعه 11. ايوه 11 11 ونص. يا بابا في حد هناك الساعه 11. ايوه 11 11 ونص. انتوا ايه؟ 11 اه نص. استنى استنى، انت مش عندك بكره خدمه وقداس وحاجات من دي؟ يا عم انا كل حد بروح، ما جاتش على الحد ده يعني. انا هحاول اطلع على القداس ولو ما لحقتوش هطلع على الخدمه على طول. ماشي انت حر، يلا بنقداس. طيب يلا. شفتوا يا شباب؟ ده اللي كنت عايز اتكلم فيه. وبعدين الخادم الحقيقي لازم يخلي ربنا معاه في كل مكان وفي اي وقت علشان يحميه ويحافظ عليه. والخادم ده لازم يبقى قدوه للشباب الصغير. وبعدين زي ما هو امين جوه الكنيسه لازم بره الكنيسه يكون امين. امين والله. طبعا يا سلام. طب ما تيجي نسمع لحن البارتينوس. مين ده؟ لحن البارتينوس يا حبيبي ده لحن بيتقال في قداس عيد الميلاد بعد قراءه البارسيس. هنلاحظ ان بدايه اللحن ده لا فيه هدف ولا تورينتو. ليه؟ ايه؟ لان اللحن ده الكنيسه بتعتبره سر، كان الملائكه بتوشوش في ودان الرعاه عشان يبشروا لهم عن ميلاد السيد المسيح. طب ما تيجي نسمع اللحن عشان نستمتع بيه اكتر. يلا إيه بارسين إيه نوم
شباب، انا في مره حصلت معايا حكايه من زمان قوي، يعني دي كده من 15 سنه، ولاحظت ان في شباب كتير عندهم المشكله دي. مشكله ايه دي يا وتسابوني؟ تعالوا وانا احكي لكم. ايه انت عايش متصلي؟ عايش متصلي؟ عايش متصلي؟ ايه عرفت تلف الميكروفون النهارده ولا ركنوك على جنب كالعادة؟ لا طبعا، ركنوك على جنب، وبعدين انت مش عارف تمسكها ولا ايه؟ يا عم انا عارف، بس احنا نقدر على كده كتير. طالما هم مش حاسين بموهبتنا فخلاص، يا ابني ده احنا صوتنا من اطمع صوتنا الكبير. طالما انت عارف كده، ليه بتلف الخماس؟ لا اصل ماما صحتني النهارده بدري فعشان كده جيت. المفروض ما تلبسش عشان يعرفوا ان احنا مزيين، دي حاجه تفرس، وكمان اللي بيقولوا صوتهم بعيد عنك. وكل حتتهم ان هم طب ما يبصوا لنا احنا حافظين، وكمان صوتنا كرهان، ولا انا غلطان؟ ازيكم يا شباب؟ انا سمعتكم وانتوا بتتكلموا. طب يا ابونا احنا كنا عاوزين رأيك في الموضوع. انا على حسب ما سمعت انتوا بطلتوا تلبسوا عشان مش بتقولوا في الميكروفون، صح؟ بالظبط يا بطل. طب يا حبايبي انتوا بتيجوا الكنيسه علشان تصلوا ولا علشان تقولوا في الميكروفون؟ لا طبعا عشان نصلي، بس برضه نشارك معاهم في القداس. يعني يا ماما ما يفضلوش على الميكروفون نوتوا القداس لحد اخر، ولو فكروا ان يسيب الميكروفون لحد تاني لا تبقى حرام، هما من الاخر مجموعه. شوفوا حبايبي مسألة مالكيش كده، أولاً صوتكم الحلو ده موهبة من عند ربنا، والهدف منها إنكم تستخدموها عشان تسبحوا اسمه في كل مكان وفي أي وقت، سواء كان مع الخرس وعلى الميكروفون. بس يا أبونا. لا يا حبيبي من غير بس، وبعدين تقفوا ورا ولا تقفوا قدام مش دي القضية، وبعدين أنتوا كشمامسة عمركم ما سمعتوا عن الآية في الإنجيل اللي بتقول واما انت فمتى صليت فادخل الى مخضعك واغلق بابك وصل لابيك الذي في الخفاء فان ابيك الذي في الخفاء يجازيك على نيتك. يعني يا حبايبي بالنسبه لربنا توقفوا ورا ولا توقفوا قدام دي مش مهمه عنده، لانكم لو وقفتوا في اخر صف في العالم ربنا يوقفكم في أول صف مع الملائكة القديسين قدام العرش المقدس. شفتوا محبة أكبر من كده؟ لازم تفتكروا إن ربنا رب قلوب، عايز قلوبكم مش صوتكم. حطوا في بالكم إن الشيطان هو اللي بيحط الأفكار دي في دماغكم عشان يخليكم تبعدوا عن ربنا، بس لا لازم تحاربوه وتقفوا قدامه. عندك حق. طب خلاص بقى كده يا أبونا لحسن أنا كده هعيط. من شهوتك انت، تعالوا نصلي عشان ربنا يحميك. شفتوا يا ولاد دي المشكلة اللي كنت بتكلم عنها. عندك حق يا واد سابونا، احنا المفروض نيجي عشان نسلي وبس. فعلا، وبعدين الشمس اللي بيجي الكنيسة عشان الناس يشوفه وهو بيصلي دي ما اسمهاش صلاة، ده اسمه غرور وكبرياء. صلي ومالي. طب ما تيجي نسمع المزمور السنجاري بتاع عيد الميلاد. مين ده تاني؟ المزمور السنجاري بتاع عيد الميلاد يا حبايبي ده المزمور اللي بيتقال في مدارس عيد الميلاد وليه لحن مخصص. اما كلمة سنجاري فجاء من كلمة سنجار، والسنجار دي بلد في مصر من عهد رمسيس الثاني، والبلد دي دلوقتي مختفية خالص، مفيش حاجة من البلد دي غير اللحن ده. يلا بينا نسمع اللحن عشان نحس بيه أكتر. صلوا داوود الليل
تتحل. لا يا حبيبي، لانكم من وانتوا صغيرين لازم تتعلموا انكم تحترموا بيت ربنا اللي هي الكنيسه. بس يا تسمونا ده كمان واجب الاهالي. صح، فكرت كمان لازم نعلم اطفالنا الصغيرين. انت اول مره تشرح حاجه مفيده. يا شباب لازم تتعلموا من وانتوا صغيرين تحترموا الكنيسه، وتعلموا اخواتكم الصغيرين ان هم يحترموا بيت ربنا عشان ما يبقوش زينا في الاشخاص. لان في القصه اللي انا هحكيها لكم دلوقتي ايش؟ هما عيال في البطول يوم الحد الصبح متغطلت المروحة الكنيسة. طب لما انت صح بدري كده ما تقوم تاكل قداس على الاقل تسمع كلمة ربنا تستفاد وتاخد بالك من التناول. يا عم فكك، انت لسه هتقوم تتشطف وتلبس وبينك حاج معايا ليه يعني فهياخد معاك وقت؟ بقول لك ايه؟ ما تقعد هنا خلاص. اوعى تسمع كلامك، يلا اوفر الاوتاز، انت عارف بلدك ليه ما رحتش الكنيسه؟ يلا اوفر، خد برد الجسد وباب المسيح. طب انت حتى لو رحت مش هتلحق تلبس شماس، وغير كده لما بتلبس ما بتصليش، وتقعد تبص على ده عمل وده سوى وده حصل وده ما عمل ايه؟ ما تقعد هنا خلاص. الله، قعدت الفن رن اهو، رد انت لسه هتفكر؟ قفشتني. الو الو، ها توما، ايه الاخبار؟ هتيجي الكنيسه النهارده ولا ايه؟ هو انا خلاص مين اديلكوا؟ الله، ها تعالوا بسرعه احنا في الكنيسه بصراحه مش لاقيين حاجه نعملها. ما تدخل القداس. القداس؟ ها توما انت هتهزر معايا الصبح يا حبيبي، القداس مين؟ طب سلام سلام. بجد يا توما هتيجي ولا ايه؟ مين بيكلمه؟ انا مارك يا توما. مش عارف يا مارك، هو القداس هيخلص الساعه كام؟ انا اتعرفني انا، بس على ما اعتقد الساعه 10 ونص كده. طب 11 كل ده يمشي فين يا عم؟ تلبيس. خلاص ماشي، مستنيك الساعه 11. توم لب عليه توم. في مكان الكنيسه في وقت الاوتيل ندوروا على تلبيه، مش كمان مش عارف. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انت مش كنت عايز تدخل على الانترنت؟ ما تروح المعموديه، ده هناك في واي فاي حكايه. ما تيجي نروح في المعموديه عشان عايز اشوف كام حاجه على النت، وفي المعموديه في واي فاي هايل. انت بتفكر، انا برضه عايز اشوف كام حاجه على الفيسبوك والسناب شات. طب يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لا مش معقول مش معقول. لا مش هيك كده. لا بجد يا حبيبي، ده احنا اتفقنا تيجي بعد القداس ما يخلص. يا توما مش هيلعب حتى كاس الاحد يعني. يا عم كنا عايزين ان شاء الله مع بعضينا النهارده. يا عم انت بتقول ايه؟ واحنا نروح مدرسه الاحد ولا ايه؟ قول لهم يا عم ايه ده؟ لا يا عم فوق، ماليش دماغ انا كل ده. لا طبعا لازم تروحوا عشان تستفادوا وتسمعوا كلمة ربنا. لازم نروح يا جماعة، أدينا فترة كبيرة قوي ما رحناش، وبعدين مفيش حاجة نعملها، نروح ونهيص شوية. صدقني أنا كده بيتكلم كلام زي الفل. بص يا مرة، لا بصراحة أنا اتكرهت من حاجة اسمها مدارس الأحد دي، وبعدين يعني بروح هناك ببقى قاعد مخنوق، واللي بيقولوه بيقعدوا يزقوا فيه يعني ما بفهمش أي حاجة. ده أنت كمان بتتكلم كلام زي الفل. عندك حق يا بنو، بس انت على فكره حتى لما بتروح المدرسه الاحد ما بتروح يعني، حتى لو بتروح ما بتفهمش اي حاجه. ده انت شباب زي الفل. طب خلاص نروح مالك. يلا بينا. ولا ايه؟ تيجي ناخد صوره هنا في الكنيسه عشان نثبت لاصحابنا اللي احنا في الكنيسه. يلا بينا اتحكوا يا شباب.
قربان ايه ده؟ ده صح؟ ازيكم يا شباب؟ سلام يا ايه؟ رايحين فين؟ لا يا صابونا احنا مش رايحين في اي مكان خالص. مش المفروض تبقوا في مدرسه اللحه دلوقتي؟ احنا كنا المفروض يعني رايحين يا ابونا. لا بجد انتوا رايحين فين؟ بصراحه يعني يا ابونا احنا كنا رايحين مكتب بتاع بنشيف اللي هنا. ده مصر كلها هناك. وبعدين قلت لك ممكن تتفضل معانا لو عايز، وانتوا برضه ممكن تتفضلوا معانا. يلا بينا يلا بينا، اتفضلوا اتفضلوا. هيا ابونا تعالى. انا بكلمك ما تبصش لحد تاني وسيب الناس في حالها. خلاص ماشي. لازم يا حبايبي تروح مدارس اللحد عشان تتعلموا وتستفيدوا من كلمه ربنا. خلاص احنا هنروح مدارس الاحد عشان خاطر قدسك، بس يا فندي مدارس الاحد عشان هدي فخر كبير قوي ما رحتش مدارس الاحد. من هنا خلاص مفيش فايده. مفيش فايده. شفتوا يا جماعه؟ شباب كتير عندهم المشكله دي، بيخافوا وبيحرجوا من ربنا من ابونا، بس ما بيخافوش من ربنا. ربنا اللي شايف جوه قلوبهم، شايف جوه مشاعرهم، شايف جوه فكرهم. وبعدين لو هما شايفين وانتوا شايفين انكم تيجوا الكنيسه كل يوم حد، ده شيء صعب. اطلبوا من ربنا، صلوا ربنا وقولوا له علمني يا رب اصنع مشاكل. انت يا رب عاوزني اتغير، انا مش عارف اتغير. طب علمني، علمني ازاي اتغير، علمني ابقى فرحان على طول، علمني اقبل، علمني اشكر، علمني ما اتضايقش، علمني ما اغشش، علمني ابقى شبهك، علمني ابقى فرحان على طول، علمني اصنع مشاكل، علمني افكر في السماء اكتر ما افكر في الارض، علمني اعمل المطلوب من غير ما تردد، لما تعيش في حب شكر وصلاة وتسليم وتسبيح نرتاح. احنا مش بنقول نعمل الكلام ده في يوم وليلة، احنا بس بنقول ناخدها حتة حتة. غرض الكلام ده احنا نبقى عارفين ربنا عاوز شكلنا ايه في الآخر. احنا نبص برضه رايحين على فين؟ لما تقول له علمنا من أصنع مشيئتك يقول لك تعالى أعلمك لغتنا، لغة السمائيين. السمائيين ليهم لغة، أيوه، مش قبطي وعربي وفرنساوي. اللغة هي لغة الحب. يقول لك تعالى أعلمك لغتنا، لغة الحب. لينا لغة يا آيات، يا حب، يا شكر. لما تقول له علمنا أن أصنع مشيئتك بيقول لك السماء ليها طريقة تفكير. في السماء ما بيحبوش خالص المظاهر، ما بيبصوش على الحاجات دي، لكن ما بيبصوش على النفوس اللي في الأرض. قلبهم وكلهم على كل شخص في الأرض. لما تقول له علمني أن أصنع مشيئتك يقول لك ما تعاشر دول، دول العمل وإرادتي، دول اللي عندي في السماء، أنبياء وشهداء ورسل وقديسين، ناس ما نستحقش إن احنا نعاشرهم، بس ربنا بيقول لنا إن احنا نعاشرهم. ليه ما نعاشرهمش بدل القوة دي في إيدينا؟ لما تقول له على علمنا أصنع مشيئتك يقول لك إن المظاهر ما تفرقش، إنما النفوس الروحية هي اللي تفرق. يا رب علمنا أفكر كده، إن لا الوقت يفرق ولا الصحة تفرق ولا الفلوس تفرق ولا المظاهر تفرق، بس ولا العمر كله يفرق، بس المكاسب الروحية هي اللي تفرق. يبقى لما نقول علمني يا رب ازاي اتغير، علمني يا رب ان اصنع مشيئتك عشان يبقى كما في السماء كذلك على الارض، لإلهنا كل المجد وكرامة إلى الآن وإلى الآن. ونحب أن نشكر أولاً أسرة الإخوان.
أنا ميرسي أبونا، ميرسي أبونا لينا، أبونا سوريال، أبونا دايما.